بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ربنا يجعله عيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. النهاردة بإذن الله جايين نتكلم في حاجة مهمة جدا لكل الكباتن او لكل الناس اللي شغالة في النقل الذكي وموجودة في الشارع 24 ساعة. هي مواقف ممكن لو انت ما خدتهاش صح او ما تصرفتش معاها صح ممكن توديك في داهية، ممكن تحبسك، ممكن تعمل لك مشكلة في حياتك. مواقف بتقابلنا كل يوم، فينا ناس بتعرف تتصرف، في ناس بتتوتر، في ناس ممكن تعمل بموقف صغير قد كده ملوش اي 30 لازمه تعمل بيه مصيبه كبيره جدا. فانا النهارده جاي اوريك بعض المواقف اللي انت لازم تتصرف فيها صح، عشان لو ما تصرفتش فيها صح هتكره اليوم اللي انت اشتغلت فيه الشغلانه دي. في كابتن محترم شغال معانا لسه باعت لي موقف دلوقتي، ركبت معاه بنت فقالت له انا لسه حصل معايا كذا 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 كذا، فالكابتن بصوتها بعت لي شويه فويسات وقال لي حذر الكباتن من الموضوع ده، عشان الكابتن ده ممكن كانت عمل فيه محضر، كان حصل له اي مشكله، فحذر الكباتن من المواقف دي. اسمعوا بقى بتقول ايه. انا سهيل عبد الله، كنت سربان درايفر يوم 29/3، والدرايفر ده المفروض ان هو كان هيجي ياخدني من عين شمس، وفعلا جه خدني من عين شمس من ناحيه السنترال كده. المفروض ان انا كنت عامله اللوكيشن على منتجع النخيل لفيرابور اللي هو مدينه جسر سويس الجديده، بس اللوكيشن اللي مديه يعني الاسم بتاع اللوكيشن اسمه قسم تاني السلام. فالمفروض ان قسم تاني السلام دوت هو منتجع النخيل، بس الفكره ان هو يعني اسم غير الاسم لكن نفس المكان هيوديه لي. فقلت له بيقول لي حضرتك رايحه فين؟ قلت له رايحه منتجع النخيل. فقال لي منتجع النخيل ايه ده؟ لا معلش انا مديني قسم تاني السلام. فقلت له ماشي حضرتك، هي يعني الاثنين هيودينا على نفس المكان اللي انا عايزاه، حاجه مش على اللوكيشن احسن. فقال لي لا معلش انا رفضت في واحده يعني بعتت له، او واحد بعت له ان هو يروح منتجع النخيل وهو رفضه عشان كان مديله 130 فرفض. فهو لو يعرف ان انا كنت رايحه منتجع النخيل ما كانش هيوفي على 100 جنيه دي، وجاي له كان جاي له 130. فقلت له حضرتك ماشي ده مش ذنبي ان هو جاي لك 130، انا اهو 100 جنيه قدامي ومديني عند المكان اللي انا عايزاه بالظبط، فده مش ذنبي. فقال لي ماشي حضرتك بس انا ما كنتش اعرف كده، فمش معلش انا مش عارف اقول لحضرتك ايه والله. فقلت له ايه اللي مش عارف اقول لحضرتك ايه؟ بيقول لي ماشي انا مديني هنزلك عند قسم تاني سلام، ده اللي بيقول انا هنزلك عند قسم تاني سلام بالظبط. قلت له لا حضرتك امشي على اللوكيشن احسن، نزلني عند اللوكيشن مكتوب قسم تاني سلام، لكن هو مش قسم تاني سلام، وهو حتى اي حد بيمشي على اللوكيشن بيجيب له منتجع النخيل اثنين عادي، ايه منتجع النخيل واحد عادي جدا. قال لي لا انا هوديك قسم تاني سلام. فقلت له خلاص حضرتك نزلني على جنب. هو قال لي بص طب ثانيه واحده حضرتك، وفضل مكمل شويه وانا طب خلاص حضرتك نزلني على جنب، وهو برده فضل شويه لغايه ما نزلني على جنب، والمكان اللي نزلني فيه ما فيش ناس، نزلني جنب موامين كده اللي هو عارف اللي هم بتوع العربيات موانين. فنزلني عندهم، والفكره ان الموانين دولت ما كانش غير واحد بس فتح او اتنين ساعتها، انا كبنت والواحد في موقف زي ده فانا ما كنتش عارفه اعمل ايه. فانا اديته 40 جنيه، قلت له بص حضرتك انا المشوار ده باجي 30، انا ما كنت التوتر قلت له المشوار ده باجي 30، انا اصلا ما رحت المشوار ده يعني متوتر. فقلت له بص حضرتك انا بروح 30 بس اتفضل حضرتك 40 جنيه. قال لي ايه ده حضرتك؟ اتفضل يا فندم. ونزلت وسكت. وقال لي ايه ده حضرتك انت مش عاجبك كمان 40 جنيه؟ فبجد يعني هو حسبي الله ونعم الوكيل، فان هو نزلني في مكان زي دوت بالليل، يعني عارف لو كان يقول لي حتى مش هقدر اوصلك من المكان اللي هو قبل ما يمشيني من المكان اللي انا كنت فيه، او كان مثلا ينزلني اللوكيشن وانا كنت لو كنت حاسه ان انا يعني اللوكيشن كان غلط مثلا وانا وديته مكان تاني كنت هديله فلوس والله. بس هو فعلا ما مشانيش حتى المكان ولا وداني مكان انا عارفاه ولا اي حاجه، و انا ساعتها حتى والله اعتدي عليه لان انا فعلا نزلت في مكان ما اعرفوش والناس قاعده تبص لي بنتي كويسه، وانا من النوع اللي انا بتوتر بسرعه او بخاف من ان انا ايه حواليا ناس ما اعرفهاش وفي مكان ما اعرفوش وبالليل. فحسبي الله ونعم الوكيل. زي ما احنا سمعنا كده، ودي عواقب الكباتن الخطيفه اللي هم في ايه، في ان درايفر وفي دي فليكس وكده. مجرد ان شاف رقم 100 بس 100 جنيه اجري يا عم خش، مش فارق معاه هي رايحه فين ولا اي حاجه. وممكن ارى كلمه ثاني السلام، ثاني السلام ده يشمل من اخر السلام كده لغايه العبور ومش عارف جمعيه عرابي والحتت دي كلها. فانا ماليش دعوه بقى ثاني اول، ماليش دعوه، كل القصه دي بركنها على جنب. انا اول ما بيجي لي اوردر بشوف عدد الكيلوات، بشوف الرقم كامل 100 جنيه، مش عارف اشوف النقطه رايحه فين جايه منين، عشان خاطر انا قلت 100 مره يا جماعه حاول تشوف النقطه فين بالظبط وما تدوس على رحله تقبلها الا ما تشوف فين. يعني الكابتن ده بسبب الغلطه اللي عملها دي لو واحده مش كويسه كان ممكن راحت عملت له محضر بعد ما نزلها، راحت عملت له محضر وقالت لك ده كان هيخطفني، او مثلا عملت له مشكله صوتت ولمت الناس عليه، يعني وارد يحصل اي حاجه. وهو ايه شكله لسه مش فاهم الدنيا فيها، او لسه شغال جديد، او هو مش فاهم الشغلانه اساسا، يودي نفسه في داهيه عشان خاطر ايه؟ لا اصل انا ما كنتش عارف المكان. ما تروحوش اساسا، ما تتحركش بالعميله. انت اول ما ركبت معاك فتحت الاوردر لقيت الاوردر غلط، او لقيت المشوار غلط، او في مشكله، او الموضوع بعيد عليك، او انت مش رايح نفس المكان، قول لها انا اسف ونزلها في نفس المكان، او ما تركبهاش اساسا وريح دماغك. لو انت خدتها ونزلتها في مكان تاني وهي بتقول لك المكان ده ما اعرفوش وخدت منها 40 جنيه ومش عارف ايه، كل ده على ايه؟ على ايه يا جدعان؟ انت ممكن تروح في 60 داهيه بسبب غلطه زي دي. يعني اقول لك على حاجه، لو انت مثلا مش رايح، او انت غلطت، او انت مشيت بيها وصلها، وصل الموضوع مش بس يعني رحله وغلطت فيها وخدتها غلط
وصلها وكملها للاخر بدل ما تودي نفسك في حوارات. يعني دي لو عملت لك محضر عملت لك مشكله يبقى العمل ايه، ونقول الكابتن اللي حصل له والكابتن فيه والكابتن عليه والكلام. طب وليه وبعد كده يقول لك اصل الكابتن كان شارب مخدرات ودي مش عارف حصل ايه، وكابتن اوبر وحشين وكابتن ان درايفر زي الزفت ومش عارف ايه، ونخش في مجالات فليه يا جدع تودي الناس دي كلها معاك في داهيه. يعني زي ما بيقولوا كده السيئه بتعم والحسنه بتخص. فانت لو وحش هيقولوا كل الناس اللي شغاله دي وحشه، او كل الناس اللي شغاله عند درايفر اوبر مش عارف ايه الناس دي كلها بتضرب مخدرات، الناس دي مش كويسه مش عارف ايه، هو الكابتن شكله بردك لسه على قده لسه مش فاهم، والكابتن اللي بعت لي الموقف ده بيقول لي انا عاوز اوصل له وعاوز اجيبه ومش عارف ايه. يا عم انت قدر ان ده لسه بردك مش فاهم، في ناس مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه، في ناس غشيمه، في ناس ما بتعرفش تتعامل، في ناس عامله اكونتات مضروبه، في بلاوي في الشغلانه اللي احنا فيها دي. فاحنا بنحاول بردك نحذر الكباتن ونحذر الكابتن بردك اللي عامل المشكله ده، يمكن يسمع يمكن بعد كده يفهم. فانا قلت لك قبل كده واقولها لك تاني بردك، تيجي لك الرحله بص عليها رايحه فين جايه منين الكام كيلو عامله كام، مش عجباني ما مديش ايدي عليها وما اخدهاش اساسا، لكن انا اخد العميله وبعد كده اقول لها اصل 130 واصل 140 واصل مش عارف ايه. ليه الحوارات دي؟ على الاقل اقول لك على حاجه، لو العميل اداك 200 جنيه مش 100 جنيه ممكن مش مسامح فيهم هيخش عليك بالحرام. فانت ريح دماغك واشتغل صح، اللي اتفق عليه اطلع بيه وريح دماغك، الموضوع بسيط جدا. وبرضك في كابتن تاني حد بعتهولي برضك، الكابتن ده حصل معاه نفس المشكله. الفيديو هسيب لكم، الكابتن ده عامل فيديو على الصفحه بتاعته، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت الفيديو اللي انا عامله ده عشان خاطر ايه تخشوا بردك وتقولوا رايكم في الموضوع. الكابتن بردك نفس القصه، خد رحله والرحله دي كانت رايحه المطار من اكتوبر ومش عارف كانت جايه ب 200 جنيه على ان درايفر، وكان اللوكيشن متحدد غلط، فقال لها قال للعميله راح هناك لغايه عندها وقال للعميله لا اصل ده غلط دي على اوبر مش عارف عامله كام، اطلبيها من اوبر ومش اطلبيها من اوبر. طب ما اوبر بتاخد نسبه عاليه. ما علينا، دي اول غلطه غلطها الكابتن. تاني غلطه ان بعد ما خد الرحله وفتحها بتاعت اوبر، يعني طلبته في اوبر وخد الرحله وفتحها ومشي بيها، بعد كده يقول لها اصل اللوكيشن جاي بره المطار وجوه المطار. انت اللي لبست نفسك في الحيط الاول، هو ماشي اليومين دول قله شغل والشغل قليل والدنيا بايظه والكلام ده، لكن انا اركن عربيتي احسن ما اشتغل بخساره، او احسن ما اشتغل وانا مش فاهم وانا مش عارف انا رايح فين وجاي منين. فدي برضك من غلطات الكابتن، انت مش عاجباك الرحله من اساسها من اولها لاخرها كده ما تاخدهاش خالص، مش تاخدها وتقول للعميله اطلبيني على اوبر ومش عارف اوديك المطار واللوكيشن محطوط غلط ومش عارف حصل ايه، والعميله ليها حد على السوشيال ميديا يعني عملوا له فضيحه كبيره جدا وحطوه على التلو كولر وعلى الجروبات ومش عارف ايه، وشيروا صوره الكابتن في كل حته وفضحوه في كل حته وخد بلوك مش عارف من ان درايفر ولا من اوبر ولا ايه، والموضوع وسع منه قوي. ليه؟ برضك عشان غلطات كباتن مش فاهمين الدنيا فيها او مش فاهمين الشغل كويس. فالشغلانه دي هتفهمها هتعرفها هتعرف تشتغل هتظبط الدنيا. يعني الموضوع بسيط جدا. انا على سبيل المثال في الشغلانه دي من زمان وحصل معايا موقف السنه اللي فاتت، الموقف ده ما انساهوش ابدا. ست كبيره ركبت معايا من مدينتي وكنا رايحين مشوار مش فاكر مدينه نصر ولا ايه، كان مشوار في حدود 40 كيلو، فالمشوار طويل يعني مش صغير. فركبت معايا من اول ما ركبت انا طالع لسه من مدينتي يا دوبك ما كملتش 3 4 كيلو ماشي في الخروج من مدينتي، لقيت ست بتقول لي بالراحه ما تخشش وسط العربيات ما تعملش. هي متوتره، ست كبيره متوتره وبتخاف من العربيات او بتخاف من السرعه. قلت لها انا يا دوبك ده انا السرعه عندي 50، انا لسه على طريق السويس السرعه 120 ودي يعني السرعه القانونيه. قالت لي لا ماليش دعوه بالقانونيه، انت تمشي اخرك خالص ان هو تمشي على قدك وتمشي على جنب، واول ما تطلع طريق السويس تمشي لي 60. قلت لها 60 ايه ما ينفعش، ده السرعه القانونيه 120، يوم ما اقلل هخليها 100. لا لا ماليش دعوه مالكش دعوه بالطريق مش عارف ايه، مش هينفع معايا انت كده مش هتنفع معايا مش عارف ايه. قلت لها طب حضرتك عاوز ايه؟ تركن عليا حضرتك عاوز ايه؟ يا تمشي بمزاجي يا ترجعني. قلت لها لا انا كده ممكن يعني الموضوع يبقى فيه توتر او انت حضرتك خايفه، لا الافضل للحل للموضوع ده هرجع حضرتك مكانك يعني البيت بتاعك. قالت لي مفيش مشكله رجعني. رحت لافف تاني من اول يوترن ورحت مرجعها لغايه قدام العماره بتاعتها ورحت نزلتها. بتقول لي حسابك كام؟ قلت لها لا انا اسف مش عاوز فلوس، ورحت قافل وقافل الرحله وكانها حاسبت والدنيا تمام ورحت ماشي. ليه؟ اتقيت الشر واتقيت المشاكل ليه اطلع بيها على الطريق ومش عارف ايه، ودي بتتوتر بسرعه يحصل مشكله بيني وبينها يحصل اي حاجه يقول لك ده انت كنت خاطفها ده انت عاملها. لا الموضوع بسيط، لقيت اللي معايا متوتر او اللي معايا شايفني ان انا بسوق وحش او سواقتي مش عاجباه، لا يا عم خلاص تمام ارجعك تاني مكانك وانا مش عاوز منك اي حاجه وسلام عليكم. فالموضوع بسيط، احنا لو شغلنا دماغنا لمده كام ثانيه بس قبل ما نقبل المشوار خلال المشوار هنحل كل حاجه ببساطه. لكن
ممكن غلطات بسيطه تدخلنا في حوارات وتعقد لنا الدنيا وتودينا في داهيه وتخلينا نندم ان احنا اشتغلنا الشغلانه دي. فاي شغلانه في الدنيا لازم تتحكم فيها عقلك ولازم تشغل فيها عقلك، ما تشتغلش كده عمياني وما تبقاش عبيط وتخلي ده ينصب عليك. وفي ناس تنصب على الكباتن اللي هي على نيتها، وفي ناس على نيتها بتعامل الناس بطريقه مش كويسه. انا مش عاوز العميل ده يركب معايا، بكل بساطه اقول له معلش مش هتركب معايا، انا مش هقدر اعمل المشوار بتاعك، مش عارف ايه، حاجات بسيطه جدا. لكن اتنشن معاه واشد معاه، وكابتن بيحكي لي تنشن راح لغايه واحد وتنشن معاه، وانت راجل ابن مش عارف ايه وانت ايه، ونزلوا مسكوا مع بعض واضربوا بعض في الشارع وعملوا حوار ومش عارف ايه. والعميل كمان بعد الخناقه وبعد المشكله دي كلها راح قدم شكوى ان هو ركب مع الكابتن، والكابتن سرق منه اللابتوب، والشركه طالبه باللابتوب، ودخل نفسه في حوارات. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ انا الراجل ده مش عاجبني، خلاص يا عم خلاص خلص الموضوع. ويعني اللي بيني وبينك الابلكيشن، انا قفلت الابلكيشن وخلاص على كده. ليه انزل وايه اللي ادبي هو ايه اللي ادبه عليا، ونتخانق مع بعض ونمسك بعض في الشارع، وايه اللي ادب وبهدله، والعميل يشتكيك ويحصل لك مشكله في شغلك، ويبقى المشكله بدل ما هي قد كده بقت قد كده. ليه 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 يا جدعان؟ ليه يا جدعان المشاكل والبهدله وقله ادب؟ انت نازل تاكل عيش مش نازل تعمل مشاكل. فاشتغل بما يرضي الله عشان ربنا يكرمك ويصلح حالك. فاحنا بنحاول نوصل نصيحه للناس قبل العيد، كل سنه وانتم طيبين، عشان الناس تاخد بالها من شغلها، واليومين الجايين دول ان شاء الله فيهم شويه شغل حلوين، فكلنا نشتغل والدنيا تبقى تمام وزي الفل. بس انا حبيت بس اديك نصيحه سريعه واقول لك ايه اللي بيحصل حواليك عشان خاطر انت ما تقعش في المشاكل دي. اهم حاجه بقى يا باشا، لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا. وقبل ما نقفل الفيديو بنعمل ايه؟ بنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.